السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأصدقاء. اليوم يعني كما وعدتكم بالاستراتيجية، يعني استراتيجية سكاربينج يعني ناجحة بنسبة 99%. يعني إذا قمت يعني بتطبيق يعني جميع الخطوات التي سأقولها لك يعني بالحرف، ف يعني أضمن لك النجاح. يعني وأنا مستعد يعني لكي أنسحب من هذا الجروب إذا لم تنجح الاستراتيجية، وأنا لا أريد شيئا منكم فقط غير الدعاء لي. أنا على بركة الله نبدأ الاستراتيجية. أولا كما قلنا نضيف، ونبدأ مثلا بهذا الزوج، نضيف أولا أولينجر بانس. أولينجر بانس بإعداداته 30-2-0. كذلك يعني نضيف مؤشر الموفينج افريج. الموفينج افريج 200، إذن كما ترون موفين افريج 200، يعني لون ازرق يعني لكي لا يختلط علينا الامر. الان سنضيف ايضا يعني موفين افريج ثاني، موفين افريج، ونقوم بوضع 6 في الاعدادات افتراضية للمؤشر. سأغير اللون لكي يتضح ايضا. الآن نضيف أيضا مؤشر الفراكتلز كما ترون، ستجدون في الإعدادات بالنسبة لإعدادات المؤشرات وإضافة المؤشرات ستجدون المؤشر موجود. يعني إذا لم تقوم يعني لم تقوموا ب يعني تبحثتم عليه ولم تجدوه، يعني المرجو يعني مراسلتي لكي أبعثه لكم. أيضا سنقوم بإضافة مؤشر ثاني وهو سلوب دايركشن لاين، وهو أيضا مؤشر مهم. وكذلك سوف نقوم بإضافة استوكاستيك الأول بهذه الإعدادات 5-3-3. بالنسبة للاستوكاستيك الثاني 14-3-2، 14-3-2. إذا على بركة الله، أول شيء يعني نقوم يعني بالذهاب إلى الفريمات. أول شيء الفريم الساعة، نرى كما ترون المنحنى يعني الشموع فوق خط الموفين افريج 200، بالنسبة ل 30 دقيقة ايضا فوق خط الموفين افريج 200، بالنسبة ل 15 دقيقة فوق الموفين افريج 200. اذا الاستراتيجية ستكون ناجحة اذا طبقنا هذه الامور التي ساقولها لكم الان. اول شيء اذا ظهرت عفوا ساقوم ب لكي تتضح لكم المعالم. حسنا، الآن إذا وجدت لديكم يعني هذه الإشارة، إشارة بالنسبة أول شيء قبل يعني الدخول في المؤشرات، بما أن يعني جميع الشموع في الفريمات، في الفريم الساعة والفريم أربع في عفوا في فريم الساعة والفريم 30 دقيقة وفي الفريم 15 دقيقة كلها فوق خط الموفين افريج 200، اذا سنقوم بعملية الشراء فقط لان الاتجاه السعري هو صاعد. اذا ظهر لنا يعني كما ترون هذا المثلث مؤشر الفراكتلز يعني الى الاسفل، فالاتجاه سيكون صاعد. لكن رغم ظهور هذا المثلث لن ندخل يعني في عملية شراء حتى تتحقق هذه الشروط الأخرى. أولها يجب تقاطع خط الأستوكاستيك الأول والخط الأستوكاستيك الثاني. بالنسبة للخط الأستوكاستيك الثاني فهو يعني أستوكاستيك تصحيحي، يعني يقوم بتصحيح الأستوكاستيك الأول يعني لكي يكون قرارنا صحيحا. الشرط الثاني يجب أن يكون يعني اللون يعني أزرق، أزرق في مؤشر سلوب دايركشن. حينما يكون اللون أزرق فإن يدل على أن ذلك أن المنحنى سيكون صاعد. الشرط الثالث يجب أن يكون الشموع فوق خط الموفين أفريج 200 كما ترون هنا الشموع زرقاء. يجب أيضا أن تكون الشموع أيضا فوق خط الموفين أفريج رقم 6، لأن دور موفين أفريج رقم 6 يعني يقوم بدراسة آخر 6 شموع يعني ويقوم بتحليلها. إذا كما ترون
إذا توافقت هذه الشروط كاملة كان تقاطع الأسوكاسك الأول والثاني أينما تقاطعوا، حتى لو تقاطعوا خارج 80 أو تحت 20، المهم أن يتقاطعان تقاطع واضح ويكونان في اتجاه صاعد. بالإضافة إلى ظهور يعني مثلث يعني المؤشر الفراكتلز المؤشر القوي حين ظهوره، ويكون يعني في هذه الحالة يعني يكون يعني هابط، إذا سنقوم بالشراء. بالإضافة كذلك لأن لون السلوب دايركشن كما ترون بالأزرق، كما ترون لقد أصبح لونه أزرق أيضا يدل على الشراء. بالإضافة لأن الشموع يعني فوق 200 أفريج، سنقوم بالشراء ويعني العملية ستكون ناجحة 100%. بالنسبة كما ترون في هذه الحالة سنرى حالة ثانية كما ترون هنا، مثلا أن تقاطع الخط الأستوكاستيك الأول والثاني، وهناك أيضا شموع فوق خط الموفين أفريج 200 كما قلنا يعني، وهناك أيضا ظهور يعني مثلث يعني نحو الأسفل مؤشر الفراكتلز. إذا كل أمور تدل على الشراء وتكون صفقتنا ناجحة. وكما ترون إذا فتحنا الصفقة يعني من هنا حينما ملامسة الخط الموفين أفريج رقم 6 كما قلنا يجب أن يخترقه نحو الأعلى، يعني سنفتح الصفقة من هنا إلى أن يتقاطع الخط الأستوكاستيك، ونقوم يعني برفع 14 نقطة سهلة. إذا ذهبنا أيضا مثلا إلى هنا في هذه الحالة كما ترون، يعني كما ترون تقاطع الأستوكاستيك كما ترون ظهور مثلث يعني نحو الأسفل، الشيء الذي يدل على صعود يعني عملية الشراء، يعني اختراق الشموع الزرقاء يعني الصاعدة موفين أفريج رقم 200 ورقم 6، إذا فالعملية شراء. وإذا افتتحناها من هنا إلى نقاط الأستوكاستيك سنكون ربحنا حوالي 8 نقاط مضمونة. يعني نرى يعني سنجرب يعني الطريقة في عملة أخرى، يعني نزوج عملات ثانية. إذا ذهبنا مثلا إلى اليورو النيوزيلندي كما ترون، نذهب إلى فريم الساعة كما ترون الشموع تحت خط موفي الأفرنج 200، إذا سيكون السعر سلوك السعر نازل 100%. خط 30 دقيقة أيضا تحت خط موفي الأفرنج، بالنسبة للفريم 15 دقيقة أيضا تحت خط الموفي الأفرنج 200، إذا السلوك السعري سيكون نازلا ونحن سندخل في صفقات الشير عفوا صفقات البيع فقط. وإذا ذهبنا إلى فريم 15 دقيقة كما ترون، وذهبنا يعني مثلا إلى أي حالة يعني تطبق فيها الشروط الثلاثة ستكون ناجحة كما ترون. مثلا إذا ذهبنا إلى هذه الحالة لقد ظهرت لنا شمعة فوق الآلة، الشيء الذي يدل أن إذا ظهرت فوق الآلة فأنا كما قلت سندخل في الشراء، ندخل في البيع، وإذا كانت تحت في الأسفل فقط في الشراء. كما نرى في هذه الحالة لقد اخترقت الشموع خط الموفين أفريج رقم 6 نحو الأسفل، وأيضا كانت يعني تحت خط موفين الأفريج 200، وهناك أيضا تقاطع الأستوكاستيك الأول والثاني، إذا سنأخذ عملية شراء وأعيننا مغمضة كما يقولون حتى تقاطع الخط الأستوكاستيك الأول والثاني. كما ترون ربحنا 59 نقطة سهلة. نذهب إلى حالة ثانية مثلا، إذا ذهبنا هنا أيضا حيث تحققت الشروط كما ترون في هذه الحالة، هناك تقاطع الخط الأستوكاستيك الأول والثاني كما ترون، وهناك أيضا لون أحمر يعني يدل على النزول بالنسبة لمؤشر السلوب دايركشن، هناك أيضا يعني شمعة فوق الآلة بالنسبة لمؤشر الفراكتلز مما يدل على الهبوط كما ترون. إذا فالاتجاه سيكون هابطا كما قلت، أي يكون نازلا، إذا سندخل أيضا في عملية شراء مضمونة كما قلت لكم، بما أن أيضا تحت خط موفي الأفريج 200 إذا العملية ستكون مضمونة كما ترون. الآن مثلا إذا دخلنا هنا إلى خط تقاطع الأستوكاستيك تقريبا نكون ربحنا 56 نقطة، يعني العملية ناجحة في كل العملات وفي كل الأزواج. إذا سنذهب مثلا إلى أي إلى عملة أخرى لكي للتجريب ولكي يتضح لكم الأمر. مثلا إذا ذهبنا إلى مثلا مثلا اليورو جي بي بي، إذا ذهبنا إلى اليورو جي بي بي كما ترون سأضيف مؤشرات الفراكتلز والسلوب دايركشن لاين كما ترون. الآن في هذه الحالة
في هذه الحالة كما ترون، إذا ذهبنا هنا إلى الفريم اليوم الساعة، كما ترون فوق خط الموفين افريج 200، سأضيف لكي تتأكدوا. موفين افريج 200، نعطيه لون أزرق لكي يتضح. كما ترون فوق خط الموفين افريج 200، 30 دقيقة أيضا فوق خط الموفين افريج 200، 15 دقيقة أيضا الشموع فوق خط الموفين افريج 200. إذا سندخل فقط في عمليات الشراء، لأن السلوك السعري هو صاعد كما ترون. الآن نطبق استراتيجية. هنا تقاطع الاستوكاستيك الأول وتقاطع الاستوكاستيك الثاني كما ترون. هناك كما ترون، إذا ظهور المؤشر الفراكتورز سهم نحو الأسفل، ذلك يدل على عملية الشراء كما ترون. خط الأسفل، تقاطع الأستوكاستيك الأول والثاني فوق خط الموفين أفريج 200. بالنسبة لهذا الموفين أفريج، أظن أنه ليس الموفين أفريج رقم 6 كما قلت لكم، سنقوم بتعديله موفين أفريج 6 لتصحيح، عفوا. كما ترون الآن التقاطع الأول والثاني، الفراكتلز أعطانا أيضا صعود، تقاطع الشموع فوق خط الموفين أفريج 6 وفوق الموفين أفريج 200. إذا سندخل في عملية شراء وسوف نقفل الصفقة حتى تقاطع الاستوكاستيك الأول كما قلت لكم. إذا هنا سوف نكون تقريبا قد ربحنا 19 نقطة مضمونة على الأقل. يعني كما قلت لكم، استراتيجية يعني ناجحة في جميع يعني الفريمات، ولكن أفضلها لأن استراتيجية سكالبينج يعني لمن أراد يعني صفقات سريعة في فريم 15 دقيقة. يعني وأنتظر يعني نتائج يعني هذه الاستراتيجية معكم بفارغ الصبر، وأتمنى أن تعجبكم الاستراتيجية. وشكرا لكم يا أصدقائي الأعزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.